Dear Mr. President, السيد الرئيس, Prime Minister, السيد رئيس الوزراء, Dr. Shaker, السيد معالي الدكتور محمد شاكر, السيداتي والسادة, الشركاء الأعزاء والأصدقاء. First of all, Mr. President and Dr. في البداية وأود أن أقول السيد الرئيس والدكتور شاكر شكرا جزيلا على كلماتكم الطيبة بشأن شركة سيمنز. أنا أحتاج إلى فخر أكبر الآن لفريقي لأني أعلم كيف تقفون الآن. منذ 3 أعوام مضت قطعت سيمنز على نفسها وعدا بدعم وزيادة قدرات مصر في توليد الطاقة بنسبة تفوق 40%. لقد وعدنا أيضا أن نقوم بذلك خلال زمن قياسي. لقد وعدنا بتقديم قيم حقيقية ومستدامة للمجتمع المصري. واليوم أشعر بفخر كبير وأنا أقول لقد أوفينا بوعودنا. لقد عمل رجالنا بجد ولدينا شركاء رائعين. لدينا دعما قويا من جانب الحكومة المصرية. اليوم نحن نفتتح 3 محطات فائقة الكفاءة لتوليد الطاقة تعمل بنظام الدورة المركبة في العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرولس. كل منهما تمثل في حد ذاتها أكبر محطة غازية لتوليد الطاقة في العالم. وليس فقط الأكبر ولكنها الأسرع في أقل من 2.5 عام. وقفنا سويا وحققنا ذلك سويا. في بعض الأحيان لدينا 24,000 شخص يعملون بكل جد لنفس الغرض ولنفس الفخر ولنفس الإنجاز. اليوم نحن هنا لنحتفل, واليوم هنا أيضا لنقول شكرا لكم. شكرا لكم بسبب شكرا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى رغبتكم في إطلاق هذا المشروع. ليس بسبب أنكم تريدون أن تقوموا بشيء لنفسكم ولكن لشعبكم لجعل دولتكم أفضل. اليوم وقمنا بذلك في الوقت المناسب. هناك مقولة في ألمانيا وهي تقول لا يوجد أحد رائع على الإطلاق, ولكن كفريق يمكننا أن نكون كذلك. ولذلك كفريق فنحن شركاء رائعين, ولكن الفريق الرائع يحتاج لأن يكون لديه قيادة رائعة. السيد الرئيس لقد قمتم بذلك لفائدة شعبكم, وبالمناسبة لقد كنت المفاوض الأفضل الذي قابلته على الإطلاق. وبالطبع شكرا للسلطات في الدولة, وزارة الكهرباء وسيد الدكتور شاكر ووزارة البترول. شكرا جزيلا لدعمكم اللامتناهي, وهذا مهم جدا عن هذه الملايين من الأمطار المكعبة من الرمال التي تم إزالتها والتأمين في وقت قياسي. أنا أقدر جدا دعمكم اللامتناهي ودعم الحكومة المصرية لهذا المشروع. شكرا لكم. أود أن أشكر وزير المالية أيضا لدعمه وحصولنا على التمويل, ليس فقط كتمويل ولكن التمويل من بلايين الدولارات حتى نتم هذا المشروع. هذا رائع. أود أن أشكر جميع شركائنا وسيد المهندس أسامة بشاي من أوراسكوم وسيد أحمد السويدي
لقد كنتم رائعين وأنجزتم الكثير معنا وأنتم معنا في هذا المشروع الرائع. واليوم إن المحطات العملاقة ثلاث ستقوم بتوليد طاقة كهربائية لتكفي 40 مليون مواطن مصري، بالإضافة لتوفير الطاقة للمتاجر والمصانع والشركات والمنازل في جميع أنحاء مصر لسنوات عديدة قادمة. سوف توفر لمصر الازدهار والمرونة والتنوع، كما أنها ستتمكن من تصدير الطاقة إلى أوروبا أو إقامة العلاقات التعاونية مع السعودية. إنها خطوة جديدة لتحقيق الأهداف الطموحة في 2020. بالنسبة لنا في سيمنز، لا تمثل إقامة هذه المحطات فقط وعدا تمكننا من الوفاء به، ولكنها تمثل أيضا غرض وهو الهدف الأوحد لخدمة المجتمعات التي نعمل بها لتقديم بيئة عمل أفضل. ولا أعني بالمجتمعات الاستثمارية فقط، إنني أعني أيضا الشعب وتدريب الأفراد من الشعب لتحقيق أهداف الحكومة. فأنا سعيد وفخور الآن أن أقدم الخدمات التدريبية لأكثر من 5500 شاب مصري على اكتساب المهارات اللازمة، كما أنكم تدعمون صقل مهارات البرمجيات لدى شباب الجامعات. فقد تم تدريب مئات الطلبة من الجامعات المصرية والآن يدرسون برمجيات دورة حياة المنتج. وأود أن أؤكد أن كل شيء عظيم بدأ بالجهد الدؤوب والمثابرة. إن سيمنز تعمل في مصر ومن أجل مصر منذ أكثر من قرن. ونؤكد لكم اليوم إن الأمر لا يتوقف على العمل فقط، ولكن نحن اليوم نكتب ونسطر التاريخ، وهو أمر مدعاة للفخر لي ولسيمنز لأن نكون جزءا من هذا التاريخ. منذ 300 عام مضت كانت أمريكا لم تكتشف بعد، ولكن كانت مصر في مركز العالم. واليوم بفضل هذه المشاريع العملاقة في مجال الطاقة أصبحنا خطوة أكبر، قطعنا خطوة أكبر أن تستعيد مصر مكانتها وتستعيد فخرها. سيدي الرئيس، لدي رسالة لكم وللشعب المصري. هناك نوعان من الشعوب في الدول تتعامل وتصنع المعجزات، منها أولها هناك من يصنعها وهناك من يستفيد منها. ونحن فعلا ننتمي للآخر. وفي النهاية شكرا جزيلا. Thank you, Mr. Joe Kaeser. His Excellency, the President, would like to award Mr. Joe Kaeser a letter of appreciation. تقديراً من مصر لشركائها في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، يتفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم شهادة تقدير للسيد جو كيسر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز لمساهمتها في إنجاز هذا المشروع في زمن قياسي.